هذا يسأل يقول: هل عباد القبور جهال ولا يكفرون بذلك بجهلهم؟ إلى متى يكونون جهالا وهم يعيشون في بلاد المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون كلام أهل العلم يسمعون الأحاديث؟ إلى متى؟ بلغتهم الحجة، وما دام بلغتهم الحجة لا عذر لهم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فلا عذر له. أما سمعوا القرآن، هذول أكثرهم حفاظ للقرآن، أكثرهم حفاظ للقرآن، بلغهم القرآن وهو ينهى عن الشرك ويحذر من الشرك ويتوعد المشركين. نعم.